أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة البصائر تحذير من تهجير 300 ألف مواطن بسبب استثمارات في محيط مطار بغداد. في القدس العربية اعتراضات على قرار حكومي يقضي باستثمار أراض سنية في حزام بغداد. في المدى البرلمان يحضر لجلسة أخيرة تنهي تعديل الموازنة وترشيحات الدرجات الخاصة. في الزمان قتلى ومصابون بنزاع عشائري بينهم نجل مدير الدفاع المدني. في العربي الجديد استئناف المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في السودان. في الخليج الإماراتية 44 قتيلا و130 جريحا بغارة على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا. في الشرق الأوسط ترامب يهدد إيران بضربة لم يتلقها أحد من قبل. ومن العناوين إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال وفي استهلاله: منذ تنصيبه بمباركة قاسم سليماني لم يفعل عادل عبد المهدي شيئا للعراقيين، بل فعل كل شيء أراده منه الإيرانيون، فلم تصادفه فرصة لتعميق الاحتلال الإيراني وحماية ظهر دولة ولاية الفقيه وتلميعها وتجميلها وستر عورات وكلائها العراقيين إلا واهتبلها تقربا زلفى من السيد المطاع. إبراهيم الزبيدي يرى في صحيفة العرب اللندنية أن قرار عبد المهدي إعادة هيكلة الحشد أضفى الشرعية الحكومية على الحشد الشعبي لإحراج أمريكا. إن العملية السياسية التي أجلسته على كرسي نور السعيد وفاضل الجمالي وعبد الرحمن البزاز ووضعت بين يديه مصير وطن وشعب وهو لا يصلح لقيادة عنزتين هي عملية فاشلة بامتياز، بل هي أصل المشكلة، بل هي المشكلة الحقيقية الوحيدة في حياة العراقيين اليوم. فلم يكن مفاجئاً لأحد منا فرمانه الأخير الذي أمر فيه الفصائل المسلحة بالاندماج في القوات النظامية وبأن يحمل أفرادها وقادتها الرتب العسكرية السائدة في الجيش وأن يتخلوا عن التسميات التي كانت تستعملها ميليشياتهم خلال فترة الحرب على داعش. وخلافاً لكل من تفاءل بهذا القرار وظنه ترويضاً للميليشيات أو تركيعاً لها أو تقليماً لأظافرها من أجل استعادة هيبة الدولة وتعزيز سلطتها، ينبغي البحث والتدقيق في المخبأ من أهدافه ومراميه. فقط تذكروا أيها العراقيون حقيقة مرة أثبتها الزمن، خلاصتها أن لا أحد من فرسان العملية السياسية يجرؤ على مشاكسة إيران فيقرر إلغاء القوة الوحيدة التي تسهر على سلامتها وتحرسها وتخبئها لأيام الشدة، خصوصاً وأن أكثر من قائد عسكري ومدني إيراني جاهر بأهمية الحشد الشعبي وسلاحه ومجاهديه في معارك محتملة مع الخصوم والأعداء المتربصين. الكاتب يقول إن النتيجة المتوقعة أن يؤسس قرار عادل عبد المهدي من ميليشيات الحشد الشعبي جيشاً آخر ليس رديفاً ولا مساعداً للجيش الرسمي العراقي، بل رقيب ومسير مسلط عليه أقوى منه وأفضل تسليحاً وأكثر هيبة وهيمنة وأقل احتراماً والتزاماً بأنظمته المهنية العسكرية التراتبية المتوارثة، وسوف يكون كل ما قد يقوم به الجيش الجديد في المستقبل عملاً عراقياً حكومياً رسمياً وليس ميليشياوياً، وبالتالي فلن يخضع لحساب أو كتاب. إلى مقال آخر، وفي مطلعه: بعد أسبوعين من هجوم بقذائف مورتر على قاعدة بلد العسكرية في العراق، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية،
أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمره بحل فصائل الحشد الشعبي وتحويلها للقطاع العسكري الرسمي للدولة، أو للدقة تخيير الفصائل بين هذا والعمل السياسي البحت. مشاري الذايدي يرى في صحيفة الشرق الأوسط يرى أن الواقع على الأرض يقول إن الحشد الشعبي هو من يحكم الدولة العراقية وليس العكس. من يراجع أدبيات ميليشيات الحشد الشعبي يجدها تعبر عن مصالح قاسم سليماني وبقية إرهابي فيلق أو فوج القدس، الذراع الإيرانية الإرهابية الخارجية. عليه فإن استخدام الحرس الثوري الإيراني لهذه العصابات الإرهابية من أجل ضرب خصوم النظام الإيراني أمر واضح، بل هو مبعث فخر عند قادة هذه الفصائل، يقولون ذلك علناً. وعندك نماذج لطيفة مثل أكرم الكعبي وقيس الخزعلي تثير القلق حقاً على مستقبل العراقيين. هل يعني قرار عبد المهدي إنهاء الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة حقاً؟ ما مصير عشرات الآلاف من الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثة أخلاقياً؟ ماذا يعني بالضبط تحويل هؤلاء للجيش والشرطة وبقية الأوعية الرسمية للدولة؟ أليس معنى ذلك شرعنة عصابات الحشد فيما يشبه تكوين حرس ثوري بنسخة عراقية؟ ونحن نعلم سطوة وتغول الحرس الثوري الإيراني على الدولة الإيرانية حتى بصيغتها الخمينية. لا نريد خداع أنفسنا. صحيح أن صيغة القرار الذي أصدره الرئيس عبد المهدي صيغة حضارية دولتية، لكن الواقع على الأرض يقول إن الحشد الشعبي يحتل الدولة العراقية، والحشد الشعبي بدوره محتل من النظام الإيراني، بل قل يؤمن ولائيا بمرجعية الولي الفقيه بطهران علي خامنئي. وبحسب الكاتب فإنه من المؤكد أن ثمة ضغوطاً أمريكية خلف القرار ومساندة طبيعية من العراقي العادي، لكن هذا ليس كافياً حتى يفعل بالحشد كما فعل السلطان العثماني محمود الثاني بالانكشاريين حتى يتمكن من إصلاح سلطنته. إلى مقال آخر، وفيه قالت صحيفة ناشيونال إنترست الأمريكية إن الحرب إذا ما اندلعت لن تتوقف على إيران، وإنما ستمتد على كامل خريطة الشرق الأوسط، وستشمل العراق وسوريا ولبنان وإسرائيل والسعودية واليمن وفلسطين، بالإضافة إلى مياه الخليج العربي وخليج عمان. وتابعت الصحيفة في تقرير لها أن قوس الصراع يمتد من المياه قبالة سواحل قبرص إلى خليج عمان، حيث تم إسقاط الطائرات الأمريكية من قبل إيران. هذا الخط الذي يمتد على مسافة 3000 ميل يرسم خط سير الصراع بين الولايات المتحدة من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، ما يجعل الصراع معقداً. وأيضاً يكشف حجم قدرة إيران على فتح جبهات من خلال حلفائها في حال شنت الولايات المتحدة الحرب عليها. وتؤكد الصحيفة أن إيران تدعم ميليشيات مسلحة وخاصة في العراق وسوريا، كما أنها تدعم حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن. فبالنسبة إلى حزب الله لا تقدم طهران الدعم المالي فحسب، وإنما أيضاً الدعم العسكري من خلال ترسانة أسلحة صاروخية تصل إلى نحو 150,000 صاروخ، حيث إن إسرائيل كلها تقع في نطاق صواريخها. أما في سوريا فقد أنشأت إيران بنية تحتية لميليشياتها وقواعد ثابتة للحرس الثوري الإيراني بعد أن قاتلا إلى جانب نظام بشار الأسد وساهما في قمع ثورة الشعب السوري التي بدأت عام 2011. أما بالنسبة للولايات المتحدة فإن قوس المواجهة مع إيران يمتد من أسفل نهر الفرات في سوريا، حيث هزمت القوات الأمريكية وشركاؤها تنظيم داعش إلى قاعدة التنف الصحراوية في الأراضي السورية قرب الحدود العراقية إلى العراق، حيث توجد القوات الأمريكية هناك.
وتؤكد الصحيفة أن قوس الصراع الأمريكي الإيراني لن يكون مقتصرا على إيران، ومن ثم فإن أي صفقة مستقبلية بين واشنطن وإيران يجب أن تأخذ بعين الاعتبار جميع التوترات التي تخلقها إيران من لبنان إلى اليمن. إلى مقال آخر، وفي استهلاله تشهد محافظة نينوى ممارسات طائفية من قبل بعض القادة العسكريين والضباط وبعض المسؤولين في الحشد الشعبي واستفزاز لإثارة النعرات الطائفية التي تذكرنا بممارسات القوات الأمنية قبالة أو قبل سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة. سامي الزبيدي يتساءل في صحيفة الزمان، لمصلحة من تجري مثل هذه الممارسات الطائفية التي تثير الأحقاد وتغذي الشحن الطائفي؟ هذه الممارسات الطائفية والاستفزازات تعود وتتصاعد هذه الأيام، وآخرها تمثلت بمحاولة جهات من الوقف الشيعي الاستيلاء على عقارات وأراضي تعود ملكيتها بالوثائق الرسمية للوقف السني، ويقف وراء هذه الممارسات بعض الفاسدين من السياسيين والعناصر الأمنية والفصائل المسلحة الذين يريدون الحصول على مكاسب مالية والحصول على ملكية بعض الأراضي والعقارات باستخدام النفوذ وحتى القوة لتحقيق أهدافهم الشريرة التي قد تؤدي إلى عواقب لا يحمد عقباها وتزعزع ثقة أهل نينوى بالقيادات العسكرية والأمنية، وتذكرنا بممارسات قيادة عمليات نينوى وضباطها قبل سقوط نينوى بيد داعش في عام 2014. لمصلحة من تجري مثل هذه الممارسات الطائفية والاستفزازات اللا مبرر لها والتي تثير الأحقاد والضغائن وتغذي الشحن الطائفي وتوسع الهوة بين القيادات العسكرية والأمنية وبين أهل نينوى الذين يجب أن يحظوا بالدعم والمساعدة من الحكومة للتغلب على معاناتهم ومأساتهم، وأن توفر الحكومة لهم المبالغ والتسهيلات اللازمة لإعمار منازلهم وأملاكهم ومدينتهم، وتقدم الخدمات السريعة والضرورية لهم ونقل الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثث الشهداء تحت هذه الأنقاض لتعود الحياة إلى طبيعتها، لا أن تثار مشاكل وممارسات طائفية تؤثر على أهل المدينة وتستفز مشاعرهم وتزيد من معاناتهم. الكاتب يقول إن دماء أهلنا في نينوى لم تجف بعد، ومعاناتهم من كارثة سقوط مدينتهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وآلام نزوحهم لم تنس بعد، وكارثة العبارة لم تمح من ذاكرتهم والتي تسبب بها الفاسدون من المسؤولين وسماسرة السياسيين وبعض قيادات الفصائل المسلحة المتنفذة الذين يثيرون الاستفزازات الطائفية لإذكاء الشد الطائفي تحقيقاً لغايات وأهداف وأجندات أجنبية بعيدة عن نهج ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وبعيداً عن الروح العراقية الوطنية. يعيش السودان لحظة أو لحظة الحقيقة هو بين خيارين لا ثالث لهما، إما الحوار الذي يؤدي إلى اتفاق يضع البلاد على سكة السلام والأمن والاستقرار، وإما افتراق يؤدي إلى عواقب كارثية تضيع معها التضحيات والآمال التي بناها الشعب السوداني بعد الإطاحة بنظام البشير. صحيفة الخليج الإماراتية تقول في افتتاحيتها إنه لا مجال للانتظار ولا وقت يجب أن يضيع أو أن يضيع في المماحكات والاشتراطات والتهديدات والمناورات. كان الظن أن الحراك الشعبي قد وصل إلى النقطة التي يجب أن يحصد فيها ما زرعه من أمل، وكان مأمولاً أن يكون المجلس العسكري الذي انتفض في لحظة فارقة وانضم إلى الحراك رديفاً للجماهير التي انتفضت على الاستبداد أن يشكلا معاً قوة التغيير المنشودة لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعدالة والنظام المدني الذي يكرس الديمقراطية كأساس لنظام سياسي جديد يوفر الحريات الأساسية وحكم القانون وتداول السلطة سلمياً. لكن ما حصل
حتى الآن بدد الآمال وأثار القلق والخوف من المستقبل. فالاستعصاء الراهن في السودان والوقوف عند عتبة المبادرات المطروحة من جانب الاتحاد الأفريقي وأثيوبيا دون تمثلها وتحويلها إلى واقع على الأرض يعني أن السودان قد يدخل في أتون الفوضى والنزاعات الجهوية، وهو لم يخرج من أتونها بعد. وعندما يحث الوسيطان الأفريقي والإثيوبي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير، إنما يقدمان حلاً معقولاً وممكناً يخرج الوضع المأزوم من عنق الزجاجة ويفتح الطريق أمام حل سلمي سياسي. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أيضاً أن الحوار بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير يجب ألا يكون بهدف تحقيق النصر على الآخر، بل تحقيق النصر للسودان. هذا إذا كان صحيحاً أن الهدف هو إنقاذ السودان من بلاء 30 عاماً والانتقال به إلى معارج جديدة من الأمن والنمو والحرية. فالحوار الذي يهدف للوصول إلى حل يحتاج إلى شجاعة وقبول بالآخر. إلى المقال الأخير معنا في هذا العدد، حيث اعتبرت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة مجموعة 20 اعتبرت مؤشرا لانفراجة في أزمة S-400 وتراجعا في موقف الولايات المتحدة المتشدد من هذا الملف، وخلقت حالة ارتياح في تركيا كما ظهرت انعكاساتها على الصعيد الاقتصادي. إسماعيل ياشا يرى في موقع عربي 21 أنه من المبكر أن يقال إن هذه الأزمة بين أنقرة وواشنطن انتهت وطويت صفحتها. هناك تفاؤل حذر في العاصمة التركية لأن التجارب السابقة مع تصريحات الرئيس الأمريكي تقول إن ترامب قد يتراجع عنها في أي لحظة ويستجيب لضغوط وزارة الدفاع الأمريكية. ومع ذلك ترى أنقرة أن الأجواء الإيجابية التي خيمت على لقاء الزعيمين في أوسكا يمكن أن تشكل مدخلاً لترميم العلاقات التركية الأمريكية المتشابكة. منظومة S-400 الدفاعية ستصل إلى تركيا بعد أيام، ما يعني أن وجودها لدى الجيش التركي سيصبح أمراً واقعاً على الرغم من معارضة الولايات المتحدة، كما يعني انتصار أنقرة على واشنطن في معركة عض الأصابع. وبالتالي يطرح هذا السؤال نفسه، هل ستفرض الإدارة الأمريكية عقوبات على تركيا أم ستنسى تهديداتها؟ المتوقع في أنقرة أن تفرض إدارة ترامب على تركيا عقوبات مخففة حفاظاً على ماء وجهه، وليتمكن الرئيس الأمريكي من القول للناخبين الأمريكيين إنه قام بمعاقبة أنقرة على عدم تراجعها من شراء منظومة S-400 الدفاعية من روسيا دون أن تؤدي تلك العقوبات إلى قطيعة بين البلدين أو تدهور العلاقات الثنائية بشكل غير مسبوق. وبحسب الكاتب فإن العلاقات التركية الأمريكية قد تشهد في المستقبل تحسناً أو تدهوراً، إلا أن استلام تركيا لمنظومة S-400 الدفاعية من روسيا سيدشن بالتأكيد مرحلة جديدة وسيفرض معادلة في العلاقات الثنائية بين البلدين. منحت هيئة محلفين في مدينة نيويورك الأمريكية نحو 60 مليون دولار أمريكي تعويضاً لطالب في مدرسة ثانوية أصيب بحروق شديدة إثر تجربة في صف الكيمياء عام 2014 بحسب ما ذكرته صحيفة العربي الجديد. رفعت عائلة ألونزو يينس دعواً قضائية استمرت لسنوات بعد تعرض الفتى لإصابات شديدة جراء فشل تجربة كيميائية في صفه في ثانوية بيكون في نيويورك. وقال محامي العائلة بن روبينو ويتز إن موكله لا يزال يخضع للعلاج حتى اليوم. واتهمت عائلة يينس وزارة التعليم ومجلس التعليم في مدينة نيويورك بالفشل في تحذير المعلمين من مخاطر التجربة،
وقال محاميه إن هيئة المحلفين أمرت بمنح موكله ما يقارب 29 مليون دولار تعويضاً عن الألم والمعاناة اللذين كابدهما، و29 مليون دولار أخرى للمساعدة في إعادة تأهيله مستقبلاً. الآن إلى الكاريكاتير. نهاية صدى الأقلام لهذا اليوم، دمتم وفي أمان الله.